نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. عند تصور أكثر وأفضل لفريقه بأن عند القدرة على المنافسة. الحكم الروماني أشار إلى وجود مخالفة ركلة حرة مباشرة في صالح أبها. كان كلها انتهت لصالح الهلال ذهابا وإيابا. 2-1 في الرياض، 3-0 هنا في أبها. الكرة مبعدة من الدفاع ترجع مرة أخرى إلى خارج أرضية الملعب. 13 بين الفريقين في تاريخ مواجهتهم بالدوري بأفضلية هلالية بالفوز في 9 مباريات مقابل فوز وحيد لأبها، في حين التعادل حضر بين الفريقين مرة. البطولة العربية لا تكفيها الوصافة ولا تكفي عشاقها، حتى حين كانوا في وصافة العالم لا يكفيهم الوصافة، يريدون الهلال دائما في المقدمة، أي إلى جانب الشباب. اليوم يتواجد إلى جانب نادي أبها. الكرة اللعب في منتصف الملعب، سعد بقير إلى ماتيتش، ماتيتش يأخذ بقير مع الكرة، سعد بقير يلعب كرة إلى منطقة الجزاء، المعيوب في قبضة اليد والتسديد، الكرة خطيرة من أمام مرمى الهلال، الكرة ما زالت خطرة، وكريشوف يدي حاضرة، ثم ميشيل دلقادو حاول في تسديده، التسديدة من أمام المدافعين واقفين في نادي أبها، تعود إلى كريشوفياك، تعود مرة أخرى. الهلال عنده فرصة لكنها مقطوعة، عادت لصالح أبها في الجهة اليسار، الكرة سعد بقير وقع فيها. الله لسعد، شوف اللقطة مرة أخرى لسعد بقير. من الإصابات الصعبة، ملعوبة إلى منطقة الجزاء، مقطوع الكرة ثم تعود إلى صالح أبها بتمريرة على الجهة اليمين، الانطلاقة من أبها في محاولة في وسط الملعب، الكرة منقولة على الجهة اليمين، هل بوسع أبها أن يعود في المباراة؟ الكرة اللعب بعرض الملعب إلى تمريرة في منطقة الجزاء، جاءت التغطية في النهاية والكرة اللعب طويلة. ب1-0 مع تقدم فريقها بأول أهداف المباراة بهدف رائع بتمريرة كانت متقنة من ناصر الدوسري واستثمار من مالكم للكرة وتسديد. الله الله، ومن غير سعد بقير، سعد بقير أرسل لكرة صعبة في الشباك، هدف تعادل يعيد أبها مرة أخرى، ومن غير وجه سعد وجابها سعد، ومن بعيد تصعب على المعيوف والله تصعب، تصعب على المعيوف والله تصعب. وفرحة الزملاء في الفريق في دكة البدلاء بالعودة بتسديدة، مبهرين ومذهولين من الكرة ومن الهدف يا سعد بقير. الكرة اللي سعد تمكن منها من تسجيل هدف في التعادل وأعاد فريقه. الفرق اللي تبحث عن الصدارة، الفرق اللي تبحث عن لقب الدوري في نهاية المطاف، عليها أن لا تتوقف عن جمع النقاط في المواجهات الأولى في الدوري، لأنه خسر. كريشوفياك يحاول في كرة ملعوبة إلى سعد بقير، التغطية من البليهي ممتازة لسالم فهد الجميعة. كريشوفياك يلعب كرة لسعد بقير، بقير عند الجميعة، سعد بقير يمر الكرة إلى كريشوفياك، واصل باتجاه مالكم، عادت الكرة من مالكم للخلف لكنها بشكل خاطئ للمدافعين، ومحاولة والتفكير للتسديد لكنها مقطوعة. عادت مرة أخرى لصالح أبها، أبها مع الكرة، تتمرر الكرة فرانس، وقلت بأن لعب 6 مرات أمام مالكم في الدوري الروسي، ولعب معه إلى جانبه في فريق واحد إلى جانب بوردو، ولعب ضده على المستوى الدولي مع غيني ومالكم. كرة ثابتة، ركلة حرة مباشرة، سعد بقير من ركلة حرة مباشرة، سعد بقير مع الكرة، يترك الكرة إلى محاولة ملعوبة لمنطقة الجزاء مقطوعة. مع ذلك عاد الهلال لحالة الهجومية، مع ذلك عاد لرغبة الهجومية ورغبة في الخروج بانتصار. تأخر عن التسجيل بعد هدف سعد بقير في شوط المباراة الأول، لكنه عاد بالتسلل ركلة حرة غير مباشرة على أبها باللقطة الماضية. تمريرة في الأمام طويلة واصلة لصالح أبها، المحاولة تعود من جديد، دورة من سعد بقير والتسديدة مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. يتذكرون بأنه في شوط المباراة الأول فارق الهدف لم يكن كافيا بالنسبة لهم. شوط المباراة الثاني لكنه يعلم، المتابعة من أمام محمد كنو عادت إلى المدافعين، تمريرة طويلة بالأمام، الكرة لسعد البقير، سعد البقير يحول الكرة في الجهات اليمنى، فرانسوا تقدم، فرانسوا حول في كرة، الكرة بليهي
انتقالات بين عناصر الهلال. الزعيم حاول في كرة لكن مقطوعة إلى صفير مخالفة، ركلة حرة مباشرة محتسبة على الهلال. كرات كبيرة، هذه الإصابة لسعد البقير بالتدخل، أبها محتسبة على الهلال في هذه اللقطة. شوف الاندفاع من سعد البقير والتدخل من مصعب الجوير، وفيها عند تبديل سعد البقير. له مجهودات ثرية وتثري هجوم الهلال، تثري الثلث الهجومي بالنسبة للهلال. يترك ملعب المباراة نواف الصعدي في مكانه. We'll be right back.